الرئيس السيسي يؤكد للقائم بأعمال البنك المركزي على ضرورة تطوير السياسات النقدية وتوفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. خلال اجتماعه مع مسؤولي البنك المركزي وصندوق النقد، مدبولي يؤكد أن ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة. روسيا ترفض اقتراح غوتيريش بنزع سلاح المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية وتهدد بغلقها. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. وخلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار. إلى هذا التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي المنصب. وخلال اللقاء تقدم مدبولي بالتهنئة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي على توليه المسؤولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس بهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير. وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي على أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، والتي تتمثل في سرعة اتخاذ
السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والحد من الأثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية. هذا وتناول الاجتماع استعراض مستجدات المشروعات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين، بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري. وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، أضاف مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي يساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها، بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي اجتماع آخر أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا هو أمر مقدر تماما. كما أكد مدبولي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. وخلال الاجتماع اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، وهو المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وخلال الاجتماع تم استعراض أهم فعاليات الشق رفيع المستوى وما سيشهده من اجتماعات مختلفة، كما تم استعراض جهود وزارة البيئة في رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية لتصبح قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخلص الآمن من النفايات، وخطة التأمين الطبي للقطاعات المختلفة من وزارة الصحة خلال فترة انعقاد المؤتمر. كما تم استعراض موقف تجهيزات البنية التحتية للقاعات التي ستشهد جلسات المؤتمر. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع دعا رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف دقيقة حددا على ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبو سفين بمحافظة الجيزة. كما توجه مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة لمصر وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث. كما وجه مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في الحكومة، متعهدا ببذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة، موجها بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث وافق على اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة الموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. We'll be right back.
وعقب اجتماع مجلس الوزراء قال وزير الإسكان عاصم الجزار حول تطوير جزيرة الوراق إن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بستة ملايين جنيه، موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض في جزيرة الوراق بتسعة عشر فدانا في مدينة السادات. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديد أنه تم شراء الأراضي رضائيا من أهالي الجزيرة ولم يتم نزع ملكية أحد من أهالي الجزيرة. ابتدينا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي. سياسة الشراء الرضائي دي بتنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بتتم. احنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه. بنشتري رضائيا من الناس الفدان بستة مليون جنيه. في حلول أخرى، اللي عايز أراضي زراعية بنتيح له حاجة من الاتنين، عايز بدال الفدان بتاعك أرض زراعية، إحنا كوزارة إسكان هيئة مجتمعات العمرانية الجديدة عندنا في مدينة السادات نطاق بفر زراعي أو نطاق زراعي في هذه المدينة، وكان المبادلة الفدان في الجزيرة ب 19 فدان في السادات، وهناك ثلاث أنواع من التعويض. الحائز لوحدة، يعني واحد مأجر بنعوضه. طيب، والمالك، المالك الوحدة بيعوض عن ملكيته، ومالك الأرض بيعوض عن الأرض. وبالتالي أنت بتعوض الحائز، واحد مؤجر وحدة بتديله التعويض، والتعويض محسوب بالشقة السكنية وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة، ده بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن انخراط مصر الفاعل والنشط في منتدى التعاون الصيني الأفريقي قد بدأ منذ وقت مبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمنتدى عام 2009، وتم اعتماد إعلان شرم الشيخ باعتباره وثيقة سياسية هامة ساهمت في دفع العمل الأفريقي الصيني المشترك. وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصيني الأفريقي، أكد شكري على الحاجة الملحة لإيجاد حلول فاعلة وعاجلة لعدد من التحديات الدولية القائمة، وعلى رأسها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ونقص الحبوب والسلع الغذائية، بما يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية. انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بإمبابة، وذلك بعد مرور 72 ساعة من وقوع الحادث. وأكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار، وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد والتي تم تركيبها منذ 5 سنوات وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر. وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق، وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة مع اتساق الأدلة القوية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة 33 شاهدا من بينهم 16 مصابا، منهم من أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسره الفحص الفني، حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذا لقرار النيابة العامة إلى أن الحريق قد شب بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائي الموجود
والممتدة بصورة غير منتظمة للوحة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسره ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم. كما أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدا لم يتسبب عمدا في سوء حالة التوصيلات والمولد أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا غش السلع وحجبها عن التداول وسلعي منتهيات الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 260 طن أقماح و40 طن دقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية. قام مسؤول مطحن دقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة. قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 10 أطنان مكرونة. قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة في ضبط 117 طن ونصف طن حديد وأسمنت غير معلن عن أسعارها بحوزة مالكي ثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط 10 أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة المنوفية، وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنا والشرقية. هذا وتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكافة أشكال الجريمة لا سيما الجرائم التموينية بكافة صورها. كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بضبطات بلغت أكثر من 184 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 143 طن، وفي
مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 41 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 طن أقماح محلية. بعد محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأوضح زيلانسكي أن المباحثات مع غوتيريش شهدت اهتماما خاصا بشأن المحطة النووية، مشيرا إلى إمكانية أن يتسبب الوضع في المحطة النووية الأكبر في أوروبا بعواقب كارثية على العالم بأسره. من جانبه أكد غوتيريش أنه لا حل لأزمة الغذاء العالمية دون توفر الأسمدة الروسية والحبوب الأوكرانية، مشيرا إلى أن 21 سفينة قد غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر الماضي. وأكد غوتيريش أن المنظمة الدولية ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء. أعلنت روسيا رفضها اقتراحا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيفان نتشايف، قال إن نزع السلاح الروسي من محيط زابوريجيا سيجعل المنشأة أكثر عرضة للخطر، واتهم كييف بممارسة ما وصفه بالاستفزازات، مؤكدا أن روسيا تبقي على بعض القوات في المحطة لضمان سلامتها. كما قالت موسكو إنها قد تغلق محطة زابوريجيا بعد تعرضها لقصف على الخطوط الأمامية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدعم في محطة زابوريجيا النووية تعرضت لأضرار نتيجة إطلاق قذائف عليها. وأضافت الدفاع الروسي أن قواتها لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، واتهمت الدفاع الروسي كييف بالتحضير لاستفزاز في المحطة، موضحة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في المناطق المحيطة بها، موضحة أن هناك وحدات حراسة فقط. ни на территории станции, ни в прилегающих к ним районах у российских войск нет. شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غراسي على استعداده لقيادة وفد إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وكان الاتحاد الأوروبي و42 دولة قد وجهوا دعوة إلى روسيا من أجل سحب قوتها على الفور من محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومن كامل أراضي أوكرانيا. من جهته جعل أمين العام لحلف الناتو ينسن ستولتنبرغ إلى انسحاب القوات الروسية من محطة زابوريجيا النووية وضرورة إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك. We'll be right back.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، وأنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن موسكو ليست في حاجة لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا التكهنات بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيميائية في الصراع بأنها محض أكاذيب. أعلنت روسيا نشرها طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في كالينينغراد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في إطار اتخاذ تدابير استراتيجية للردع الإضافي أعيد نشر 3 طائرات ميج 31 مزودة بصواريخ فرط صوتية في منطقة كالينينغراد، مضيفة أن الطائرات 3 ستشكل وحدة قتالية طوال 24 ساعة. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تضر بأي من مواطني الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية، قال ميدفيديف إن ما بين 75 إلى 90% من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يريدون مطلقا المشاركة في القتال إلى جانب أوكرانيا، مشيرا بحسب تصريحاته إلى أن غالبية الأوروبيين ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا. في ألمانيا أكدت وكالة الشبكة الفيدرالية أن احتياطيات الغاز كافية لتشغيل مرافق التدفئة والمنشآت الصناعية لمدة 2.5 شهر تقريبا إذا قطعت روسيا الإمدادات تماما. وأضافت الوكالة أن ألمانيا تسرع حاليا في تخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء، وأن الاحتياطيات ستمتلئ بنسبة 85% بحلول أكتوبر المقبل. ويعمل خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته القصوى. ودعا المسؤولون الألمان المواطنين مرارا وتكرارا إلى تقليص استخدام الغاز قبل الشتاء لتخفيف أزمة الطاقة. في المملكة المتحدة أظهرت دراسة جديدة أن ثلثي الأسر أو ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني ستدخل فيما يسمى فقر الوقود، وذلك بحلول شهر يناير المقبل، بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة شديدة الارتفاع. وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة يورك حول فقر الوقود ووصفت بالصادمة، فإن حوالي 18 مليون أسرة ستعاني من حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء. ووجدت الدراسة الجديدة أن 86.4% من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون في فقر الوقود، الذي يعرف بأنه انفاق أكثر من 10% من الدخل على الطاقة بحلول يناير المقبل. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بوقع 2000 إلى رقم المعدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 من أغسطس الجاري. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
الصين تواصل أنشطتها العسكرية حول جزيرة تايوان، وتايبي تجري مناورات مضادة للطائرات لصد أي هجوم محتمل. قالت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 51 طائرة صينية وست سفن صينية حول تايوان، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. في المقابل، أجرى سلاح الجو التايواني مناورات مضادة للطائرات بالصواريخ والمدافع لمحاكاة الرد على هجوم صاروخي صيني. وأطلق جنود تابعون للدفاع الجوي وقيادة الصواريخ صاروخا من طراز سكاي باو 3 المضاد للطائرات التايوانية الصنع. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي إن جهود الصين لإخضاع وتقويض تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة على حد تعبيرها. واعتبر المسؤول الأمريكي أن الصين استخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي ذريعة لتغيير الوضع الراهن، ما يعرض السلام للخطر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جزء من حملة ضغوط مكثفة من جانب بكين ضد تايوان. أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فشل المحادثات لإدارة الأزمة بين كوسوفو وصربيا بواسطة الاتحاد الأوروبي في تهدئة التوتر المتصاعد بين الجارتين في البلقان. وقال بوريل في ختام المحادثات التي استضافتها بروكسل إنه من المتوقع أن تجرى محادثات جديدة في وقت لاحق. وشارك رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في محادثات ترأسها بوريل، وكان هدفها نزع فتيل العداء الذي أدى إلى أعمال عنف شمالي كوسوفو في الأسابيع الأخيرة. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الحرائق التي شهدتها الجزائر، هذا واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر احتواء عدة حرائق تهدد السكان. واصل رجال إطفاء من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التصدي للحرائق غربي إسبانيا. وأضافت خدمات وفي إيطاليا يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات واسع اندلع في جزيرة بانتيليريا، وتم إجلاء العشرات من منازلهم مع اقتراب الحريق من أحياء سكنية. كما دمرت النيران بعض الهياكل الخشبية في الجزيرة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويعتقد أن الظروف الجافة الناتجة عن الجفاف والإهمال أو الحرق المتعمد هي الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحريق. كشفت المفوضية الأوروبية أن حرائق الغابات تسببت هذا العام في التهام 700 ألف هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006. موجة الجفاف التي تضرب أوروبا تزداد حدتها يوماً بعد يوم. المفوضية الأوروبية وصفت موجة الجفاف التي تضرب القارة العجوز بأنها قد تكون الأسوأ منذ 500 عام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، عاجزة في الوقت نفسه عن تقديم إجابات محددة عن أسباب موجة الجفاف. وتعاني عدة دول أوروبية من جفاف غير مسبوق هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية التي دفعت بعض الحكومات إلى البدء في اتخاذ إجراءات لمواجهة شح المياه.
ففي مدينة ليون الفرنسية قررت السلطات حظر استخدام المياه في غسيل السيارات أو ري الحدائق المنزلية، كما قررت إغلاق عدد من الأماكن المخصصة لاستحمام زوار الشواطئ. كذلك انخفض منسوب المياه في بحيرة أنسي الشهيرة بمقدار 33 سنتيمتراً منذ بداية الصيف. أما في المجر فتشهد البلاد موجة من الجفاف هي الأكثر منذ عام 1901، وهو ما أدى إلى انخفاض هطول الأمطار بنهر الدانوب بنسبة 25%. الأمر لا يختلف كثيرا في بريطانيا التي أعلنت عن فرض قيود جديدة على استخدام المياه. وفي إسبانيا تسببت موجة جفاف في تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، ووصف المزارعون الإسبان الوضع بالمأساوي. تواجه أجزاء كبيرة من أوروبا أسابيع. وفي نيوزيلندا تم إخلاء مئات المنازل بعد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة خلال عاصفة ضربت بعض مناطق ساوث آيلاند في جنوب الجزيرة، وأدت العاصفة الاستوائية المنشأ التي رافقها هطول أمطار قد تصل إلى 30 سنتيمتر إلى فيضان مياه الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق محاور طرق مهمة. وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربية وفي مدينة نيلسون، حيث تم إخلاء 233 منزلا بعد هطول كميات تعادل شهرا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة. أعلنت وسائل أعلام رسمية في الصين مقتل 16 شخصا نتيجة سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على إقليم شانغهاي بغربي البلاد، فيما وصل عدد المفقودين إلى 36 شخصا. من جانبها أفاد تلفزيون الصين المركزي أن أمطارا غزيرة بدأت في الهطول على مقاطعة دانتونغ، ما تسبب في سيول انهمرت على سفوح الجبال وانهيارات أرضية. قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد بدء العام الدراسي المقبل بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022. كما قررت الوزارة أن يكون يوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر المقبل هو أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب والأولى بالرعاية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، حيث تم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمولا لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم جامعة الزقازيق. سلمت وزارة التخطيط 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لمحافظة القاهرة لكل من أحياء المسكي وشرق مدينة نصر وحدائق القبة والويلي لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها. ويصل عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى 37 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية. تشمل خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء طلب تصالح عن مخالفات البناء وطلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء وطلب توصيل مرافق دائمة وطلب ترخيص إعلان، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة. We'll be right back.
أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنا حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة. وفي بيان قال أمنا إن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي والتي بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارة للتدريب ستواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، موضحا أن الدولة تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير وإدارة الموارد الذاتية. شهدت قافلة جامعة طنطا الطبية في قرية الشهيد بمركز المحلة بمحافظة الغربية تقديم الرعاية الطبية إلى 1449 حالة وصرف العلاج بالمجان لهم. وتأتي القوافل الطبية الشاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، وتضمنت تقديم الرعاية الطبية ومحوى الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما أنه تم تحويل الحالات الحرجة مباشرة إلى المستشفيات الجامعية بطنطا لتلقي العلاج اللازم بالمجان. انطلقت قافلة طبية بالمنيا بقرية إسطال مركز صملوط في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة العديد من التخصصات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين. النهارده معانا تخصصات بطنة وقلب وأطفال وأسنان وأنف وأذن وجلدية وجراحة ونساء وخدمات تنظيم أسرة، بالإضافة لمعمل دم، معمل بارة، جهاز إشعة إكس راي، ندوات تثقيف صحي، خدمة الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وفي برضو تحويل المستشفى لاستكمال العلاج أو قرارات نفع الدولة أو لو عمليات مجاني، الخدمة مجانية، التذاكر مجانية، التحاليل والإشاعات مجانية، والأدوية اللي بتتصرف معانا النهاردة صيدلية فيها جميع الأدوية الخاصة بالتخصصات دي برضو بتصرف مجانا للمريض. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ياسر عبد الستار، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب. وأوضح البنك المركزي أنه تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%. في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق، تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى، وذلك لتنفيذ إنشاء محطتي محاولات روافع ترعة الحمام. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة التنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا لكل محطة على حدة. بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة أوس مول سبل التعاون خلال الفترة المقبلة ومناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة لتتواكب الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات العالمية. وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم وكذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلا عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء. ووقعت شركة التنمية الرئيسة أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح موانئ دبي بالاستثمارات المتوقعة تبلغ حوالي 80 مليون دولار.
كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها حوالي 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز. أكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز في السيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات. أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هو محور عمل الهيئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات لبحث فرص الاستثمار الصناعي والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشرا اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 وسط تداولات مرتفعة. ربح رأس المال السوقي نحو 2,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 681,731,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10,058 نقطة مرتفعا بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 10,094 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2,161 نقطة منخفضا بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 2,159 نقطة. فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3,095 نقطة متراجعا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3,093 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.09 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22.04 جنيه للشراء و 23.17 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.20 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1,776.75 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 936 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21 وصل سعره إلى 1,092 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لجرام الذهب 24 وصل سعره إلى 1,248 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8,736 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متقلبة بعد أن ألمح عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود. انخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1% ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع. قادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 4% مع استقرار أسعار النفط الخام. تراجعت الأسهم اليابانية بالتزامن مع نظيرتها الآسيوية بعد أن أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 1.21%. أغلق مؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 96%، ومحت الخسائر معظم المكاسب التي تحققت في اليوم السابق عندما أغلق المؤشر فوق مستوى 29,000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير. كما انخفض المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا 82%، وانخفض ما يصل إلى 178 سهما على مؤشر نيكي، بينما ارتفع 43 وبقيت 4 أسهم دون تغيير.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وياسر لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. تتواصل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار. وتضم فعاليات المهرجان 42 حفلا متنوعا. وسط أجواء مزجت بين الحضارة والتاريخ وفي أحضان قلعة صلاح الدين الأيوبي، انطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بمشاركة العديد من نجوم ومطرب الوطن العربي. دورة 30 دورة مهمة جدا جدا، وإحنا عدنا للمهرجان دوت من أكثر من 3 شهور بمجموعة مميزة جدا. طبعا الظروف لغت أول 3 عروض، لكن ربنا يخلي مصر دايما بخير وبنعزي كل الشهداء والمصابين يعني. وان شاء الله الدوره ديت دوره مميزه جدا، فيها نجوم جداد وفيها يعني احنا عاملين برنامج مميز جدا. يمكن لو حضراتكم بصيتوا في اكتر من 3 عروض في اليوم. حفل الافتتاح بدا بتكريم 9 شخصيات ساهمت في اثراء الساحه الفنيه في مصر والوطن العربي، ثم انطلقت ملحمة موسيقية وسط أقبال كبير من الجمهور لتعلن عن بدء دورة جديدة من دورات المهرجان. مبسوط بالمهرجان العظيم الكرنفال الرائع ده، لأنه هو مجمع مجموعة من كوكبة الفنانين اللي احنا بنحب فنهم وبنحب نسمع كلماتهم وبنحب نسمع الألحان بتاعتهم اللي فعلا بتحاول تعبر عن الحالة وبتوصل فعلا المعنى بكلمات الواحد يحب يسمعها. مش أول مرة أنا أجي، أنا جيت الدورة اللي فاتت كانت جميلة كل حاجة وسعرها معقول في المعقول. تنظيم ممتاز جدا والأمن موجود بشكل مكثف والدنيا جميلة جدا، يعني حاجة في قمة الروعة. الفعاليات شملت عروضا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق العربية المشاركة في الحفلات. يعني أنا دهلت الحقيقة، بس يعني دخلنا على القلعة لأنه بديت أقرأ التاريخ وافتكر ايش اللي صار، يعني بيعمق الاشي اللي عم نعمله. يعني وجودنا في مكان اثري بيعطي روح اكثر للي احنا عم نعمله، لانه احنا عم نقدم تراث والمكان اللي فيه احنا حضاري واثري. القلعه شهدت العديد من التجهيزات لانطلاق المهرجان، حيث يستوعب المسرح قرابه 5000 متفرج للاستمتاع بالعروض الغنائيه بصحبه نجوم محكى القلعه. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. والآن جاء موعد الأخبار الرياضية. وعودة مرة أخرى إلى زميلتي فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا وجولة رياضية جديدة. أقيمت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبحسب القرعة فإن المنتخب الأولمبي سيبدأ مشواره من الدور الثاني، حيث ينتظر الفراعنة الفائز من لقاء إسواتيني وبوتسوانا، وستقام المباراة الأولى على ملعب الفائز سواء كان منتخب إسواتيني أو بوتسوانا، في المقابل تلعب مباراة العودة في القاهرة. يحل الزمالك غدا ضيفا على فاركو في الجولة 31 من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف بيراميدز فريق سموحة، بينما يلتقي المقاولون العرب مع مصر المقصة. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا وياسر لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل. فارس من فرسان الصحافة المصرية على مدى عقود، ورحالة مصري كتب أشهر المؤلفات الترفيهية والتثقيفية مثل كتابه الشهير حول العالم في 200 يوم. إنه الكاتب الصحفي والأديب أنيس منصور الذي وافق اليوم ذكرى ميلاده.
وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ياسر، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 24، مطروح 30، 24، بورسعيد 32، 25، الإسماعيلية 36، 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 24، العريش 32، 24، طابة 35، 26، شرم الشيخ 39، 29، الغردقة 37، 28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42، 27، أسوان 42، 29، الوادي الجديد 40، 25، شلاتين 37، 27، حلايب 34، 28، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد للقائم بأعمال البنك المركزي على ضرورة تطوير السياسات النقدية وتوفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. خلال اجتماعه مع مسؤولي البنك المركزي وصندوق النقد، مدبولي يؤكد أن ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة. روسيا ترفض اقتراح غوتيريش بنزع سلاح المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية وتهدد بغلقها.
وصلنا إلى ختام النشرة، ولكن هواء التسعة ما زال متواصلا معكم، مع زميلة شبكي المنيري. مساء الخير يا شبكي. مساء الخير. مساء الخير يا ياسر، مساء الخير يا دينا. والأخبار، أخبار الطقس عندكم إيه يعني؟ واضح إن درجات الحرارة هتزيد أخيرا، يعني هناخد في أغسطس شوية حرارة 40 درجة. وفي عدم استقرار في الأحوال الجوية على مستوى العالم، دي يعني ملخص النشرة الجوية. ده ملخص، فنستمتع وإحنا ساكتين يعني. نتمنى لكم التوفيق ياسر ودينا ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا لك يا شفتي، وبالتوفيق. أهلا بيكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.